بناء طبعا على توجيهات سيد رئيس الجمهورية، فسوف يقوم بنك الجزائر بإنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بعد الاستقلال، ونبدأ في إنجازه إن شاء الله في بداية من سنة 2023، وسوف يكون قطبا متميزا وقطبا استشرافيا بما سيضمه من خدمات ومن هياكل، خاصة هياكل المتخصصة بالطبع، هياكل متخصصة بالتكوين في مجال الطبع وسك النقود، وكذلك بالنسبة لمركز الصندوق العام لبنك الجزائر. ولتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم لأول مرة استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات. وينبغي التنويه بأن هذا التعديل سيتبنى كذلك إنشاء لجنة وطنية للدفع لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وكذا الشمول المالي.